في صورة تجسد أبشع ما يحدث من انتهاك شنيع لسيادة الدولة الليبية على يد فايز السراج الذي أذعن حكومته تحت قيادة أردوغان. لم يكتفي السراج من تدريب المقاتلين السوريين في تركيا ونقلهم للقتال إلى بلاده فحسب، بل مهد لهم الساحة على أرض ليبيا ليتلقوا التدريب العسكري والتجنيد للقتال. يبدو أن السراج قد شعر أن العبء ثقيلا على أردوغان في تدريب المرتزقة السوريين حتى تقرن نقل تدريبهم في ليبيا بدلا من تركيا. في برهان آخر، نشر نشطاء وصحفيون أتراك صورا قالوا إنها لشعار عسكري للقوات الخاصة التركية من داخل منطقة الجرابولي في طرابلس. الشعار كتب عليه في الأسفل الجرابولي 2020 في إشارة إلى وجود عناصر من القوات الخاصة التركية في تلك المنطقة. التغير بدا واضحا حول استراتيجية سابقة كانت تنتهجها تركيا في إرسال المقاتلين إلى ليبيا. فبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فإن تركيا ترسل آلاف المرتزقة السوريين بقياداتهم الإرهابية إلى ليبيا بعد تحضيرهم وتلقيهم التدريب في معسكرات تركية، حيث أشار إلى انتمائهم لفصائل إسلامية إرهابية ومعارضة سورية تتلقى دعما من أنقرة. تظهر المشاهد المصورة دون أدنى شك حول صدقيتها مقاتلين سوريين من مرتزقة أردوغان يجري تدريبهم في ليبيا وتحضيرهم للقتال. يستمر فايز السراج في تسخير واستخدام ثروات ليبيا لصالح تركيا ولدفع رواتب المقاتلين الأجانب وعناصر المجموعات المتطرفة، غير آبه بأن أموال الليبيين لا تنهب إلا لقتلهم. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.